والسلام. سلام يا حوت. ها جناحك يا ابو خليفه. يا ابو خليفه بس يا ابني كده في الشارع. تعالي يا عود ارتاحي. اشرب ميه نحله. عينيا كبيره. ايه اللي بيغسلك على الصبح كده يا ام خليفه؟ اسقيني شويه ميه الاول يا ابني. الميه نحله؟ ريه ناشف. الميه نحله يا دنيا. بسرعه يا ابني ما تتحرك. اتفضل يا سيدي. اشرب يا ام. كتر خيرك يا حبيبي. الف هنا. رايحة فين ولا جاية منين على الصبح؟ أنا كل يوم على الحال أخرج الصبح أروح عشان أملى الأنبوبة، وهناك الناس بتضرب في بعض وبتاكل في بعض وزي النمل يا حبيبي، وفي الآخر يقولوا لنا خلاص شطبنا. شطبنا إيه؟ وعلى الحال ده بالك قد إيه؟ آخ أكتر من 4 أيام يا حبيبي، ومش عارف أعمل إيه يا ابني. 4 أيام؟ وبتاكلوا إزاي؟ وعايشين إزاي؟ ربك اللي بيرزقك. ده مش أنا بس، دي الحارة كلها على دي الحال يا حبيبي. يا ستي قولي لي، أنا هتصرف أغير لك الأنبوبة. أنا مش عايزة أتعبك، كفاية اللي أنت فيه. أنت بتعملي إزاي بس يا أم خليفة؟ يا نحلة تعالى بسرعة. نحلة خد الأنبوبة دي وغيرها. يا ابني ما ينفعش، بقول لك مفيش أنابيب. ها خدتك بعافية يا حبيبي، ربك هيحلها. يا رب حلها من عندك يا رب. يا وستي. يا رب. ما تشغلش بالك يا كبير. ما تشغلش بالي ازاي يا نحلة؟ ايه الموضوع ده يا نحلة؟ فيه ايه؟ يا كبير ده موضوع كبير قوي. بقى لنا بتاع 3 أسابيع مفيش أنابيب في السوق، احنا ربنا بيحبنا، لولا إن احنا عندنا شوية أنابيب جوه وبنبدل فيهم كان زماننا كبير بنولكم. يعني ايه؟ والناس مش لاقي أنابيب ليه؟ يا كبير، التجار يا كبير والناس بتلم الأنابيب من السوق، الأنبوبة بتتباع ب7 جنيه، يبقى هم بقى ب50، 60، 70، هم ودماغهم يا كبير. 70 جنيه ولاد الكلب ليه؟ عشان الافتراء يا كبير. افتراء. عايزه افهم حاجه دلوقتي، لما اللجنه تقول لي ان انا رقم واحد من مرشحين المذيعات وانت تيجي تقول لي ان انا سقطت، انا اعمل ايه دلوقتي؟ بص يا انسه، اللجنه من الاخر بتدي توصيات مش اكتر، لكن القرار النهائي بيبقى من مستر فريد صاحب المحطه. ومادام القرار النهائي جاي من صاحب المحطه، يبقى انتوا لازمته ايه بقى ان انتوا تنزلوا اعلانات والانترفيوز والكلام الفاضي ده كله؟ ولا انتوا بتحبوا الشكليات بس، ولا هو ايه بالظبط؟ والله علمي انا هنا مش اكتر من سكرتيره بس. طب انا عايزه اقابل مستر فريد ده. مش ممكن، ما ينفعش حد يقابله بدون مواعيد سابقة وقابليها بمدة كمان، ده غير إنه هو الوحيد اللي بيقرر يقابل مين وما يقابلش مين. طيب ألاقي معك ورقة؟ طب اتفضلي. إلى الأستاذ فريد. طز
في سيادتك. وصلنا دي لو سمحت. ايه يا ام عاطف انت ايه؟ مفيش حاجه غيرتك؟ الثوره ما عملتش فيكي حاجه؟ اتقل شويه يا ام عاطف. يا جماعه يا جماعه، اللي سلم بومبا امبارح هو اللي هياخد النهارده، اللي ما سلمش هيستنى معانا شويه. بكام يا نهى؟ ب 8 جنيه يا ستي، يعني ب 8 جنيه، يعني وداعا لغلاء الاسعار، يعني وداعا لبابور الكاس، يعني بالصلاه على النبي كده كله هيطبخ النهارده. وريني كده يا ستي. اهو النبي يا نهى، اهو من امبارح. بس انا حاسس ان البومبا مزور. ليه يا نهى؟ هتيجي انبوبه برضه، خدي واحده. ماشي يا نهى، خدي واحده تعالى. فيها يا ام عاطف. ايوه يا باشا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى سقطت في الامتحان. انا مخنوقه قوي. عادي، كلنا مخنوقين. لا بس انا مخنوقه بجد. تصور يا سقطوني عشان ما عنديش توصيه من حد. وايه الجديد في كده؟ بلدك كلها ماشيه بالطريقه دي. هو انا المفروض اعمل زي الناس عشان اعرف اعيش؟ هتعيشي كل حاجه بس هتزعبي شويه. طب لو التعب ده بيجيب نتيجه تمام. بستغرب قوي، بستغرب ليه ما ينفعش الحياه تبقى ابسط من كده؟ ما تشوفني انا بعرف اعمل ايه، ومش مهم انا بنت مين ولا جايه منين. زي المكان هنا مثلا، ما هي الناس عادي قاعدين مع بعض وبيتكلموا وبيحكوا، مش لازم كل الناس تعرف تفاصيل حياة الناس اللي حواليها. زينا احنا يعني، ما انا ما اعرفكش قوي. انا حاسه ان انت بني ادم كويس، وهو ده اللي انا محتاجه اعرفه. صح ولا انا بقول اي كلام ولا ايه؟ يمكن يكون صح، يمكن. انا دلوقتي مقتنعه ان هو صح، وهقعد اطبقه في حياتي لحد ما يثبت فشلته. اوكي؟ مش هبقى مذيعه. في صحافه، كتابه. على ما اظن بقى دي ولا فيها وصيات ولا محسوبيات ولا نيل. ابويا دايما كان بيحكي لي عن واحد كان بيجي يسرع عنده في الشغل. الواحد ده ما كانش معروف ولا حتى مشهور. بس اي حاجه بيكتبها كان بيتاثر بيها الناس في كل حته. عادي. دي ضريبه الكتاب. مفيش حد يعرفهم غير المهتم بيهم. لا ده كان مشكلته انه مفيش حد يعرفه خالص، لا المهتمين ولا غير المهتمين. المهم صاحبنا ده كان بيكتب مقالات لرئيس تحرير. رئيس تحرير جورنال من الجرايد، انا حتى مش فاكر جورنال ايه. كان رئيس التحرير بيقول له اكتب لي مقال عن كذا وكذا وابعته لي على البيت. كاتب من الباطن في الضلمه يعني. المهم تقدر تقول ان رئيس التحرير كان بيديله فلوس على المقالات دي كل اسبوع. كان يجي يسهر عند ابويا ويخلص كل فلوسه في ليله واحده بس، كل اسبوع، وهكذا الحياه. يعني قصدك تقول ان حتى كتابه فيها كده برضه؟ اي حاجه فيها كده. لا ما تقولش ان اي حاجه فيها كده. ده واحد قرر ان هو يبيع روحه من الاول، خلاص هو حر. ده ما كانش اختيار، ده كان اجبار. الظلم والفقر والعوزه بيخلوا اي حد يعمل اي حاجه. صدقيني. المهم بعد ما رئيس التحرير مشي من الجورنال، او تقدر تقولي رفدوه، صاحبنا بقى خالي شغل، بقى ماشي في الشوارع يكتب على الحيطان انا الكاتب الاصلي، انا اللي عملت فلان الفلاني. مش حد صدقه. مش حد صدقه. عشان كده البساطه اللي بتتكلمي فيها عن الحياه مش حقيقيه. مش حقيقيه. في ناس في الحياه بتاخد اماكن ناس، وفي ناس بتقتل احلام ناس. خلاص بقى نظام اتعودنا عليه، قانون ماشي على الكل. فهميه. عارف انا لو طول فريد منير ده عملت فيه ايه؟ تعملي فيه؟ مش عارف، بس اكيد هعمل حاجه تضايقه. طب يا ستي، الفريد بتاعك ده بيسهر عندي في الشغل، وبتعالي في اي وقت بيجي وهتلاقيه هناك. سلام. لا استنى، طيب استنى نتكلم في الموضوع ده. يا باشا انا مش هتكلم غير في وجود الرايق بتاعي. صباح الفل يا هيثم باشا، نورت المنطقه. ازيك يا دفعه؟ الانابيب دي منين يا رايق؟ بتاعت الناس يا باشا، اللي بيفضل نملاه وناكل فيه لقمه عيش. انت عارف سعر الانبوبه بقى بكام دلوقتي؟ وبتملوها بقى منين ان شاء الله؟ مستورد يا باشا، مستورد. هنعمل ايه بقى؟ اكل العيش مر يا باشا. ما يلزمكش انبوبتين على البيت. صحيح ما يلزمكش،
بس انتوا بتاع الغاز الطبيعي، عشان كنت عايز اوجب معاك من غير اي حاجه والله. لا تشكر يا اخويا، واجبك وسع. نورت يا باشا. اطلع يا ابني. نورت يا عم الدنيا.